هل أصبح الذهاب للمدرسة باكراً شيئاً من الماضي؟ هل كتبت نهاية الكتاب المدرسي بشكله الورقي التقليدي؟ ما هي ملامح العام الدراسي المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا؟ كل هذا سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة كي لا يفوتكم كل جديد. منذ بداية تفشي فيروس كورونا حول العالم في أواخر العام الماضي وقد تغير كل شيء، ولكن هذه المرة تغير للأبد، فقد أصبح العالم بأسره مختلفا تماما عما كان ذي قبل، وكل واحد منا بات قلقا ومرتبكا عما ستكون عليه الأمور. فقد شهدت العلامات التجارية الكبرى في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي تقريبا تعطيلا كليا وجزئيا في معظم أنشطة أعمالهم حول العالم، ولكن مصائب قوم عند قوم فوائد، في حين تكافح العديد من الأعمال لتقليص الأضرار الاقتصادية هناك فرص للآخرين للازدهار. أحد تلك الأعمال التي ازدهرت في تلك الأزمة هي الأنشطة الإلكترونية، وهذا يأخذنا لسؤال الحلقة: هل التعليم الإلكتروني سيكون بديلا حتميا عن التعليم بشكله التقليدي؟ كانت المدارس والجامعات من أولى المؤسسات التي أغلقت أبوابها في شتى أنحاء العالم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتشير منظمة اليونسكو إلى أن أكثر من 150 دولة فرضت حالة الإغلاق العام، مما أجبر أكثر من 80% من الطلاب حول العالم الذين يقدر عددهم بأكثر من 1.4 مليار طالب على البقاء في المنزل. وكانت المنصات الرقمية حتى وقت قريب تعتبر خيارا تعليميا ثانويا، ولكن بين عشية وضحاها صارت شتى الخدمات المتاحة على تلك المنصات من الضروريات. تعالوا نسرد معا آراء بعض الخبراء عن مزايا التعليم الإلكتروني. أولا، سهولة الوصول للمحتوى التعليمي. فالتعلم عبر الإنترنت هو طريقة مناسبة للأغلبية، حيث يمكن للجميع الحصول على دورات ومحاضرات في المجالات التي يرغبون بها. ثانيا، دعم عملية الاستيعاب، وذلك من خلال قيام الطالب بمشاهدة المحاضرات أكثر من مرة حتى يستوعب المعلومات بشكل كامل. وتشير العديد من الدراسات إلى أن الطلاب يفضلون مشاهدة مقطع فيديو بدلا من قراءة صفحات كتاب. ومن الآن بدأت العديد من الدول في تجهيز تصورات للعام الدراسي المقبل، وكانت في مقدمتها مصر، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري أن الوزارة وضعت 5 سيناريوهات لإدارة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة فيروس كورونا. وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الخطوط العريضة لما هو مطروح من مقترحات ما زالت تحت الدراسة، يتمثل أبرزها في أن تكون أيام الدراسة في المدرسة أقل، وسيتم التوسع في استخدام التكنولوجيا بشكل كبير. وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من الممكن على سبيل الأمثلة المقترحة أن يتم تقسيم الفرق الدراسية لثلاثة مجموعات، بمعنى لو أن الفصل به 30 طالب نجعل كل 10 يذهبون إلى المدرسة 2 في الأسبوع ويكملون باقي الحصص أونلاين، لافتا إلى أن العنصر الأساسي في محاربة كورونا هو عدم التزاحم داخل الفصول والمدارس. كما أعلن وزير التربية والتعليم عن دراسة إمكانية الاعتماد على مزيد من أكثر من نوع من نوعيات التقييمات للطلاب كما تم في العام الماضي باستخدام الأبحاث والمشروعات. قد لا نتفق إلى أي مدى سيكون العام القادم مختلفا، ولكن جميعنا يتفق أنه سيكون عاما دراسيا غير تقليدي.